فيلمنا بيبدأ مع أسماء اللي لغت فرحها بعد ما اكتشفت ان خطيبها بيخونها. بعدها أسماء بيجيلها دعوة شغل ببكين في جريدة بتشتغل فيها سكار هي وجوزها، وبتسافر أسماء على بكين وبتقابلها صاحبتها وجوزها في المطار وبياخدوها للسكن بتاعها اللي بيكون قريب من سكنهم، وبتروح أسماء على الجريدة علشان تستلم شغلها، وبيكون لها عمود صحفي تكتب فيه عن بكين وبتشوف صور لأشهر الأماكن في بكين علشان تزورها مع المرشد السياحي بتاعها. وبتنزل أسماء على أول مكان وما بتكونش عارفة المحطة اللي هتنزل فيها ومش فاهمة لغتهم، وبتكلم صاحبتها علشان تسألها عن المكان، وبيسمعها شاب وبيعرفها محطتها اسمه تشانج، ولما أسماء قالت له على اسمها قرر يسميها إيشين على اسم البنت اللي في الرواية اللي بيقراها. وتشانج بيدي أسماء كتاب وبيطلب منها تشوف الصور اللي فيه لحد ما يقابلها تاني، وبتصوره أسماء بالكاميرا وهو نازل، وبتشوف صاحبتها الصور بالصدفة، وبتفرح إن أسماء بقى ليها حبيب في بكين. وبتخرج أسماء مع صاحبتها وبتحاول تشرح لها عن الأماكن اللي موجودة في الصور، وبتتفاجئ أسماء إن الإسلام معروف في الصين، وبتسلم أول مقال لها عن الإسلام في الصين. وبتقابل أسماء بنت اسمها ساني وبتكون المرشدة السياحية بتاعتها، وبتاخدها جولة لسور الصين العظيم. أسماء بتكتب مقال عن المكان وإن كل حجر فيه بيتكلم عن ضحايا الحرب اللي ماتوا، وبتفضل أسماء تتفرج على الصور اللي في الكتاب اللي ادهولها تشانج. وتاني يوم بتكمل مع المرشدة السياحية وبتشوف أسماء شخص مسلم وبتطلب إنها تعمل معاه لقاء، وبتعمل أسماء لقاءات مع مسلمين كتير في الصين، وبتكتب مقال عن الإسلام وعن دخول الإسلام في القرن السابع، وإن الإسلام واحد من 5 ديانات في الصين، وإنها واحدة من 250,000 مسلم في بكين. أسماء وهي بتاخد شوية صور للمكان بتحس بوجع في راسها وبتدوخ، وبتوقع اللي في إيدها على الأرض، ولما بتروح بيجيلها نفس الوجع في راسها، وسكار بيجيلها علشان تاخد بالها منها، وبتروح أسماء علشان تكتب مقال عن أكبر مسجد في بكين، لكن بتتفاجئ بتشانج قدامها وبيقول لها إنه مبسوط إنه شافها تاني، وكمان موجود هنا علشان هو المرشد السياحي الجديد، لأن مرشدتها اعتذرت. وبتسأله عن علاقته بساني المرشدة بتاعتها، وهو بيقول لها انها مجرد صديقة في الشغل، وبتسأله لو كان يعرف اللغة الاندونيسية لانه رد عليها وهي بتكلم صاحبتها في الباص. وتشانج بيعرفها ان المسجد عمره 1000 سنة وانه اكبر مسجد في بكين لان فيه كتابات عربية ورموز اسلامية، وبيوريها برج مراقبة وبيعرفها ان الائمة بيستخدموه علشان يعرفوا اول يوم في رمضان. واسماء بتقوله انه يعرف معلومات كتير قوي، وبتكون عايزة تسأله عن ديانته وبتتردد، وبتطلب منه انه يدخل معاها المسجد لكنه بيرفض لان دينه بيحرم عليه يدخل المسجد لانه مش مسلم. وبتدخل اسماء المسجد وبتشوفه وهو بيرتب الاحذية قدام المسجد، وبتشتري له طاقية مكتوب عليها ايات قرآنية. وتشانج بيسألها هو ممنوع النساء المسلمات تسلم على الرجالة زي ما عملت في الباص، فبتقول له اسماء ان ممنوع فعلا على النساء تسلم على الرجالة الا المحارم. وتشانج بيقول لها ان العالم بدون اديان هيكون خالي من الحروب، وأسماء قالت له إنه كل ده مش بسبب الأديان، ده بسبب الطمع، وإن العالم بدون أديان هيكون دموي. وبتشرب أسماء الشاي مع تشانج بالطريقة الصينية، وبيحكي لها إنه من قرية فقيرة جدا في الصين، وإن قريته فيها مجاعة، وقريته منتشر فيها الأمراض، وبيطلب منها ياخدها يوم لقريته لأنها بقت عزيزة عليه، وبتوافق وطلعت الكتاب اللي ادهولها، وبتطلب منه يحكي لها المكتوب فيه، وبيبدأ يحكي لها عن أسطورة بنت اسماء إيشين، ووعدها يوريها تمثال البنت دي. وبترجع أسماء وتحكي لصاحبتها عن اللي حصل، وصاحبتها قالت لها إن تشانج شايفها زي إيشين اللي في الرواية، وإنه قريب هيطلب يتجوزها بس الأول لازم تخليه يعتنق الإسلام. والباب بيخبط وبتروح أسماء تفتح الباب، وبتلاقي خطيبها جه من أندونيسيا علشان يرجع لها بعد ما شاف مقالاتها، لكن صاحبتها بتقفل الباب وبتقول لها أنتوا خلاص انفصلتوا، لكن أسماء راحت قابلته لأنه قطع مسافة طويلة علشان يشوفها، وبيحاول يقنعها يرجعوا لبعض وانه بيحبها، لكن اسماء بتسيبه وتمشي. وبتروح اسماء تشوف تشانج وبيديها تذكرة لليونان علشان تروح معاه تشوف تمثال إيشين، لكن خطيبها بيكون مراقبها، لكن بتطلب من تشانج انهم يمشوا، لكن تشانج بيستغل الفرصة وبيطلب منهم يوصلهم لمعبد السماء والارض، وبيركبوا معاه، لكن اسماء بتحط السماعات علشان ما تسمعش كلامه عن الرجوع ليها. وبيوصلوا المعبد وبتطلب اسماء من خطيبها انه يصورها مع تشانج، وبيفضل تشانج يشرح لها عن المكان كأن خطيبها مش موجود، وتشانج بيشرح بيقطعوا خطيب اسماء وبيسأله عن ديانته. تشانج بيقوله انه بيؤمن بوجود ربنا لكن مش مؤمن بالاديان. وبعدها خطيب اسماء بيفضل يبعت لها رسائل اعتذار وورد لكن ما بتردش عليه، وبتحس اسماء بعارات تعب وبتبقى دايخه وبتمسك دماغها وبيغمى عليها، وبتاخدها صاحبتها سكار للمستشفى، والدكتور بيقول لهم عندها متلازمه هتخليها تعاني من جلطات.
وهتسبب لها فقدان في البصر، وبتطلب أسماء من صاحبتها ترجع اندونيسيا علشان تتعالج هناك، وبيروح تشانج علشان ياخدها رحلة اليونان، لكن بيلاقيها رجعت اندونيسيا، وبتكون سايباله رسالة مع أسكار بتعتذر له فيها وان عندها مشاكل هتحلها وترجع تاني، وبيزعل تشانج انها سافرت، وبتسأل أسماء امها عن مرضها، بتقول لها انها متلازمة اجسام مضادة وممكن يسبب جلطات، وبيكون حظها حلو لان مراتها ممكن يسيطروا عليه بالعلاج. اسماء صحتها بتتعب وبتكون مش قادرة تمشي، وبتمشي على علاج طبيعي، وبيفضل تشانج يبعت لاسماء رسائل، وبيعرفها انه زار المسجد اللي راحوه قبل كده، وان عنده اسئلة كتير ليها لكنها مش موجودة، لكن تشانج بيسأل الامام والامام جاوبه على كل اسئلته، وبيدخل تشانج الاسلام وبيعلن اسلامه، وبتبدأ أسماء تتحسن، وبتجيلها صاحبتها ومعاها جواب من تشانج، وبترجع أسماء البيت وبتقرأ أذكار الجواب لأسماء، وبتبدأ تعيط من كلام تشانج، وبتيجي إريتا البنت اللي بوظت فرح أسماء وبتعتذر لها، وبتطلب منها ما توافقش ترجع لخطيبها تاني، لكن أسماء قالت لها إن حالتها ما تسمحش ليها بالجواز. بعدها بتكون أذكار بتقرأ رسائل أسماء، وبتيجي رسالة لأسماء من تشانج، وبترد عليه على إنها أسماء، وبتطلب منه يجي أندونيسيا. وسكار بتجهز أسماء علشان تقابل تشانج من غير ما تعرف، وأسماء بتحس بوجع في عينيها، وبيوصل تشانج، وفي نفس الوقت بيوصل خطيب أسماء. بتفقد البصر في لحظة دخول تشانج، وبتسمع أسماء صوته، وبتطلب من أمها توصلها علشان تقابله، ولما بتقابله بتكون نفسها تشوفه، فبتلمس وشه بإيدها علشان تحس بيه، وبعدها بيغمى عليها وبياخدوها المستشفى، وخطيبها بيتأكد إنها حبت واحد غيره وان علاقتهم انتهت، والدكتور بيقول لهم انهم قدروا ينقذوا بصرها لكنها دخلت في غيبوبة، وبيفضل تشانج جنبها ومش بيسيبها لحظة، وبيعدي الوقت وهي في غيبوبة، فبيطلب تشانج من والدة اسماء ايدها للجواز، وانه مستعد يواجه معاها اي حاجة لانها سبب في هدايته، واسماء بتفوق، لكن الدكتور بيقول لهم ان الجلطة كانت قريبة من مراكز النطق وما يدروش يسيطروا عليها، وبتفقد اسماء النطق. اسماء بتخاف تتجوز تشانج وتأثر على حياته، لكن هو بيطمنها وبيقول لها انه نفسه في اخر الطريق يدخلوا الجنة سوا، وفعلا بيتجوزوا وبيعيشوا ببيت الدكتور المسلم اللي عملت معاه لقاء قبل كده، وبيتابع الدكتور حالتها وحالتها بتتحسن، وبيعرفوا انها حامل، وتشانج بيفرح جدا ان ربنا هيرزقهم بطفل. والحد هنا بينتهي فيلمنا. لو حابب تشوفنا تاني اعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، واشوفك الفيلم الجاي. سلام يا عمر.